أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم زد وبارك فيه ربي أعن ويسر ولا تعسر وبارك فيه آمين أما بعد بياري خواهي قراء قين درسي سلو تشلو دو لتدريس الفقه المنهجي كما كان لسر كتاب حج جلدي أول لا فريش وارسدو بنج مبحثي سنن الحج كيشت خامسا سنن الخروج إلى عرفة فرمي سنة كاني خارج من بو عرفة الوقوف بعرفة كما قد عرفت ركن من أهم أركان الحج ويمكن تحقيقه بأن يذهب إليه الحاج رأسا دون مرور بمكة ولكن إذا أراد اتباع السنة وتطبيق المراحل التي اجتازها النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى عرفة كان عليه أن يراعي الخطوات التالية فرمي وقوف لعرفة هروهك أزاني وناسيت ركنك مهمة ركنك لمهمة أركان حج وتحقيق أم ركنا أكري أو جريبك حاجي رأسا يعني مستقيما بلا فاصل بروا حل شاري خوي ولاتي خوياتي مستقيم بشي تأوي ببيع ولا مكة مرورك بلا أم أقا قريكي بيت شوين كوتوي سنة بكاتو تطبيق مراحل بكاك فيغنبر عليه الصلاة والسلام اجتازها واني تيكر دوا لقيشتن وروين روشتني بوم عرفة عليه أن يراعي الخطوات التالية لسري لازم أم هنقاوانو أم مراحلاني خوار مراعاتك الأول أن يجعل صعوده إلى عرفة بعد دخوله مكة وأدائه طواف القدوم كما ذكرنا لسري لازمك روشتني بو عرفة دواي دخولي بمكة وأداء طواف قدوما جانبا هروا كزانما الثاني أن يخطب إمام المسلمين أو كبير قدوة فيهم أن يخطب إمام المسلمين أو كبير قدوة فيهم إذا إمام المسلمان خطبة با يا قوريكيان كلا جهتي قدوة وقوريان بيت كبير قدوة يا توان بيجك بلي كبير قدوة فيهم قوريكيان كلا حازي قدوة وقوريان بيت نلا لحازي سنو إماميان برحال إمام المسلمان يا كسيكيان كألقوي أوانا خطبيان بوبا في مكة في سابع ذي الحجة لحفتمي ذي الحجة خطبان ببدات بعد صلاة الظهر يوجههم إلى الصعود إلى منى صباح اليوم التالي توجيه بكا كبرون سركون بو منتقي منى لسوح روجي بعديا كروجي هشتمو بي أو تري يوم التروية روجي تروية بي أو تري وما يلي ذلك من خطوات المناسك وويك بشويني أماتي لهنقا وكان مناسك حج فيريانكا ليكون على بينة من الأعمال التي هم مقبلون عليها تا شارزابنو آقاه بن لو أعمالانيك بروروي أوانا أجن الثالث اتعرضنك أن باب توزيحاتك أوهينية اقتشتك لازم ممكن لازم بتوزيح بين توزيحاتين الثالث أن يخرج صباح اليوم الثامن إلى منى كروجي ترويس فيقيم هناك إلى صباح اليوم التاسع تروجي نهم سحر روجي نهم لمنى بمنو يصلون فرائضهم الخمسة في مسجد الخيف فرزكانيا لمزقوت خيفة بخوين حيث كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمانهم سنة لو شوينيك رسول أكرم عليه الصلاة والسلام نجي أخوانت الرابع أن يتجه صباح اليوم التاسع بعد شروق الشمس إلى عرفات صوحي روجي نهم دواي أويك خور تلوعي كرد برو عرفات كون ري ويسن أن لا يدخلها إذا وصلوا إلى قريب من حدودها سنة كاتجيشت النزيكي حدود عرفات داخل نبن بل يقيمون بنمرة مكان قريب عرفات إلى أن تزول الشمس بل كلنا مردا على إقامتك كمكانك نزيك عرفات تا زمانك وخور زوال أكا
حيث يصلون الظهر والعصر جمع تقديم نيورو عصر وجمع تقديم خوينا ثم يدخلون عرفات ويقفون بها إلى الغروب إجاءتنا داخل عرفات تا غروب لو أمينو يذكرون الله تعالى ويدعون ويكثرون التهليل والإنابة والتضرع إلى الله عز وجل لويل عرفات أخوائي قري يا ربي يا الله بك إبن السيمان يا أرحم الراحمين آمين آلوي ذكري خواي قرأكا دعاءكا تهليل إنابة وتضرع زور بجيتيرن هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فيما صح عنه صحابة كان يتكابون لويك بصحيحي لي ثابت بوا في حجة الإسلام التي أداها قبيل وفاته لو حجي إسلام كتنها حجي بيغنبري أكرم بوا عليه الصلاة والسلام كبر لوفاتي أنجامي دا سادسا سنن المبيت بالمزدلفة سنن شوغزراندن لمزدلفنا فإذا وصلوا إلى مزدلفة وقد عرفت أن المبيت بها واجب تو أزاني شوغزراندن لمزدلفة دا واجب بو بحيث يوجد فيها ولو دقيقة بعد منتصف الليل أبي حتما كابرة تا نيويشا وقد دقيقيك دواي نيويشا ويجبو بل لو بمينتو أستحب مراعاة الأمور التالية مراعاة أماني خوار مستحبة الأول البقاء في المزدلفة إلى أذان الفجر باقي من المزدلفة أذان كوي فجر حيث يصلون الصبح فيها مغلسين أي في أول وقتها فنحو كأنه يجي صبح لوي لكاتي تغليسة مغلسين يعني داخلين في التغليس تغليس يعني أويك وقت ابتداي صبح ابتداي صبح دواي فجر بلا فاصلة يجي كيان خوينن أتأمان السنة هاموي باء الاتجاه إلى منى بعد أن يأخذوا من المزدلفة حصل جماري حركة برومينا بعد ذويك اللي خدي مزدلفة دا أو رزا بردانيك ورمي جمرات استفادي لأكن هلي بقرن سبع حصيات كل منها أكبر من الحمصة حف دانا برد هل بقرن هل كاميهان قولة تربلة دانا نوكيك داني نوك چنيك دون حبة الفولي بچوك تربلة باقل داني باقلة باقلة يعني لنوكي قولة تربلة نقي تحديكي داني باقلة لما رواه النسائي والبيهقي عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة النحر لسحي ججن قروانا بفضل كري عباس كأكاتب راي عبد الله بن عباس فرمي التقط لي حصن أديب من أو رزبردانة هالبقرة رزبردانة كنبو هالبقرة يا جمكة قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخزفي يعني لقدت له حصيات مثل حصى الخزفي كان رزبر لكم بو هل قد وكو حصاي خزف درسي قبليه كان درسي قبليه اخوان ما حصى الخزفي يعني دانهاي كي وكو حرق اوه لانو كي قورة تربي لباقلي بشوك تربي وكو امام نووي شرحي دار جيم الوقوف عند المشعر الحرام وهو جبل صغير في آخر المزدلفة ويسيان للاي مشعر الحرام كيوكي بشكلس بشوك لآخر مزدلفة دا إذا وصلوا إليه كاتيك أقين لاي والدعاء هناك إلى الإسفار أهلا ودعاب كانتا كاتيك هو كامل روشنا بيت إسفار مع الإكثار من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا لقلويك أم دعاء زركا بوشي أم دعاء زركا يكي لجامع ترين دعاء كان تو معنى يوسى ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما جاء تفسيرك يكي مفسرين جن مالي صالح حرالو صالح وفرن بيأتاكي جني صالح بيأتاكي أولادي صالح من الدنيا همي سلامت إلى آخر في الآخرة أوشتانك الآخرة حسنة يعني دعائك زور الجامعة وذلك لصريح قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين خواي قورا ذكرك لكناري مشعر الحرام وذكري خواي قورا بكن أو آك هداية داون چي بيجنو چي بكن
اگر چه قبلا لگمراه کان بو نونتان زانی و شرکتان بو کسانی که ترتان وکو خو علی عزو بالله اینا کرد عبادت کرد ثم یواصلون یا حالی نبون لم اذکار و اوراد و لم توحیده ثم یواصلون سیرهم الى منن اجا ادامه مسیریان ادن برو منطقی منا شعارهم التلبية والذكر تاكي أم تلبية أكري تاكاتي كرمي جمري عقب أكري بحيث يصلونها بعد طلوع الفجر بنحوك بعد طلوع فجر بقين منها سابعا سنن الرجم سنة كان رجم يسن في رجم جمرة العقبة اتباع الآداب التالية شون كوتوي أم آدابان إخوار سنة بو رمي جمري عقبة الأول أن لا يبتدئ إذا وصل إلى منى بشيء غير رمي الجمار إذ هو تحية منى ذلك اليوم ذلك اليوم تسبينك بهيتشيك أغازنك بهيتشيكاتي جيشت منى غير لتي غير الرمي جمري عقبة شونك أو تحي وكو تحيي أو شو نسى تحيي مناز أو روجك أرويت الدخيل بي رمي جمري عقبة أو الكارة الثاني أن يقطع التلبية عند ابتداء الرمي التلبية أو كاتك لبيك اللهم لبيك تاكاتك تسبيك بالرمي جمري عقبة دسيبك لتقتيك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى إذا رمى قطع التلبية شون بيغمبر عليه الصلاة والسلام لو كاتي إحرامي كردو تا جاية وشون بردام تلبية كردو كات دسيبك دبا رميك تسي قطع كرد التلبيك واستبدل بها التكبير اتبجي قائل ولكاتي رميك تكبيري كرد والله أكبر الثالث أن يكبر مع قذف كل قحصات كاتك وهرب الرز برد فرادا تكبيري تكاكا وأن يرمي بيده اليمنى بدسي راسي شفريدا هم يمان سنة رافعا لها حتى يرى بياض إبطه أو نجدسي برسكاتو بنحوك شرمائي جيربالي ديار بيت أما المرأة فلا ترفع أما جن تزبرزوناكا وأن تكون الحصاة في قدر الباقلة رزبردكي جندازي داني باقلية بيت ويسن في رمي الجمار أيام التشريق اتباع مايلي سنتي سيد لرمي جمارا لروجكان أيام التشريق أم سنتانا بيروي بكريت الأول أن يرمي الجمار إذا زالت الشمس وقبل أن يصلي الظهر أتامكية أما أيام تشريقة أو كيتر يوم نحرب كبرلا عنده أكاهر سوحزو دواي ولأمانة رمي الجمار كيدس بيبكا كاتك إذا زالت الشمس خور زوالي كرت وقبل أن يصلي الظهر برلا ونوجيني وروكيش بيبكا إلا إذا حال ازدحام شديد دون ذلك فلا مانع من التأخير ما قويك ازدحامك زور برقريب كالم كالا اتقيناك أبي خاتدواو تانزيكي مغريبش حتى الثاني أن يقف من الجمرة الأولى والثانية موقفا بحيث يتجه إلى القبلة لجمري أول ثاني جوريبسك روب قبلة بيت ثم يرمي إليها الجمار واحدة إثر أخرى على النحو الذي ذكرناه في جمرة العقبة يعني جولة بيسيكر وبقبلة وقتينيك وبشتي سديكنا كان ديكا الثالث أن ينحرف بعد الرمي قليلا بحيث لا يناله حصى الناس أثناء الرمي دعي وكبردكاني وشاند الرمي كرت كم بيتها أملا وبنحوك نكا ريز بردي خلقي ليبا ويجعل الجمرة خلفه شمر كب كاتب خاتب اشتسري ويستقبل القبلة رب قبلي شريف بيست ويدعو الله بخشوع وتضرع بما شاء لنفسه والإخواني كما شاء وشي أو دعانا أو كاتان سنة مستحبا شون مكانك احتمال قبولوني زمانك احتمال قبولوني دعاك شيئا بيشترى شاء وكو فايديك شيخ ابن العثيمين رحمة إخوائي لبيك لعلماء معاصر وحنبلي مذهب وتوين بجي السلفي مذهب لكتبي كتب كان يبحث كالي نعم بما بي أوه فرمي أقا اشتبه منكر دبي وهم منكر دبي أوه بما بي أكر اشتبه منكر دبي لخطبي جمعة لبين خطبي جمعة دعاء واردنية دعاء سندنية دعاء بكي اللهم دقتك إما قاعدة كي كل ما ناس سلفي جلسة ودام زرياون كي
زمان ومكانك وقت أوتري دعاء لبي قبول يعني شيء يعني يوكو بيجي خواي قراء فرمي سبحانه وبيغمر خواي فرمي عليه الصلاة والسلام يكي لو شوناني كدعاء قبول لكاتي صفرستني نويش كركانا بو صفي نويش يعني كاتا دعاء شبك يعني تو شوناك دعاء قبول شون دي تو دعاء محتاجي لبي دعاء كبك أو كاتي تو حديثي لسرك دعاي زمانك خطيبة جي تسري من برتاتي تخوار ساعاتي جمع كوالو كاتا كدعاء قبول أو السلف حل السلف وتأمر دعاء يعني كده بس أمي شهر وها لي رام طلبك واردة بنابرين أما كتو ظاهرا نصي كي ظاهر اللي نبيني وواني بيجي بس دروزني وكو أملاج عملك صالح أنجام أدي لكاتي وعمل الصالح دعاء قبول بتاع أصلا قاعدة كلية سؤال مسا آية زمان ومكانك ما نهس كدعاء يا حرام وممنوع بيت أصلا وصخواي قرفنا تي لا من دعاب كان حركاتك ورشوني مجر زمانك تايبت يا شويني كتابت كنهي لكرابت غير أواتر خواهي قول أخوي فرمتي أدعوني إسا أم إن عمهس شتيكي خاصي إشكي لو كات زمانك مشرفة مكانك مشرفة عملك صالحا جان داوة ها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ها لكاتي كاركا عملك صالحك قياسي شيكي لسلو موزوع قوب يدعو الله ويدعو الله بخشوع وتضرع بما شاء لنفسه ولإخوانه ويسن أن ولإخوانه بوشي دعائك بو ديگرانيش بباشر قبوله دعائك دعائي ديگرانيش تيابي دعاك قبوله ويقل قريكت دعا كان قبول بي دعاك بو كساني تريش إنك يوانيش قبوله بي إنك يخوش قبوله بي ويسن أن يطيل ذلك قدر قراءة سورة البقرة سنة أن دعزي خوين دمي سورة البقرة أم دعاة الفبا فإذا أتى الجمرة الثانية فعل مثل ذلك ودعا بعد الرمي بدون أن بدون أي فرق بينهما هات لا جمرة ثانية هروها أكا ودعا كيج أكا حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة كات جيشت لا جمرة عقبة وهي التي كان قد رماها يوم النحر جمرة عقبة أو سكوان رجي نحر عيني كب رمى الجمار كما فعل في السابق ولا يدعو بعد ذلك ولا يقف عندها لدواي أو دعاناك أو ناجوي سبوتي شون بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهي فرموه وهي كردوه دليل ذلك كله فعله صلى الله عليه وسلم فيما صح في الحديث الصحيح كيفية التحلل من الحج شون إنسان لإحرام بيتدرو بيتشيت تحلله عرفت فيما مضى أن الدخول في مناسك الحج يستلزم تلبس الداخل في التزامات معينة وحرمة تلبسه بطائفة من التصرفات والأعمال التي سبق بيانها جزانيد لويك واجزراء دخول داخل لمناسك حج مستلزم تلبس الداخل مستلزم وسكث كواد داخلي أما مناسك بوا متلبس ببيتو أنجام بدأ بعض الالتزاماتك معينة بس ملا واردة ببعض الاشتانك اللازمة بأشياء أنجام يعني بها ومشيني مستلزمي حرامبوني أنجام دايني بعض التصرفات وأعمالك قبل أنجام من ده تلبست يعني أنجام داينو سورة بزيرفتين توسلي وكابرة فمتى يتحلل الإنسان إتوها تلبس الداخل الذي يدخلوه علوي فمتى يتحلل الإنسان من الحج والالتزاماته ومن الحظر المفروض عليه وكيف يكون ذلك إذا كي إنسان يتحلل بحال تحلل أجريته كي الرهايب أكا لأوشتانك حاج إلزامي كردو لسليل حرام مسائلك حرامك من الحظر المفروض عليه أوشتانك حظر هايك وحرامايك إنك فرز كراون لسلي شون أمر ودا كي يبدأ إذا تحلل البابي بحسي شيء تفعل يعني كي حل أقرب وقوي لو حرامات شيء تدر كي أتواني بشيتنو حلو يبدأ وقت التحلل وقت تحلل من بعد منتصف ليلة عيد النحري دس في أكا دويني وشوي شوي ججن عندما يعني ججني قربان عندما يكون قد دفع من عرفات وبات البيتوتة الواجبة في المزدلفة كاتكوا لعرفات هاتوتو وشو قزراني يا شو خوي واجبي لمزدلفة انجامي داوة واتجه عائدا إلى منى ولمناوة
چی لە مزدلفه هاتو تو برو کوی منا هنالك تكون أمامه ثلاثة أعمال هامة من مناسك الحج في انتظاره. دواي أم جريانة سي عملي مهم لمناسك حج منتظري أم إنسانا ننجامي أم با، وهي رمي جمرة العقبة، الحلق، الطواف، يعني طواف إفاضة. فإذا أنجز الحاج اثنين من هذه الأعمال، هذه الأعمال الثلاثة أيا كانت، فقد تحلل من الحج التحلل الأول. هركاتي دوان لمس ياني أنجام دا هركامي بهر دوانك أو تحللي أولي بوخوي أنجام دا قو كوتوتنا وتحللك أولا، يعني هاتيش تحلال بي لسري إلا مباشرة تكيجنا، ما بقيش تكات أتواني موي بقري، أتواني ناخوني بقري، أتواني عطر لخوي با، أتواني لباس كاتبري خوي. ويسمونه التحلل الأصغر في أو تري تحلل أصغر، فيجوز له مباشرة جميع المحرمات العشرة السابق ذكرها السابق ذكرها ما عدا النساء. بوي جائز أبي أن جامداني حمو محرماتك قبلا سابقا ذكريان كرا ما عدا النساء غير جنكا غير جن وطئا ومباشرة وعقد نكاح اتأم مباشرة تشي جماع بيت چه بارحال عشق بازی به دسو ماچو آنه بيت چه عقدی نکاح بيت همو یمان حرام فعلا نسای ای فیلبسو ثیابهو و یتطیبو الى آخر اتوانی لباس بکاتبرو عطل لخویباتو الى آخر. فاذا انجز الحاج العمل الثالث الباقی من تلک الاعمال الثلاثتی فقد تحلل من الحج تحللا کاملا. أو سومين كيتي أنجام دا تتحللي أكبري سورة فرز إقرتو يسمونه التحلل الأكبر. أي فيجوز له مباشرة النساء وتوابعها أيضا أتواني تكي جناني شاني جني خويا أوشتاني حرام بو أنجام با. دليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء كل شيء إلا النساء. كاتكوا رمي جمري عقبتان كذو سرشتان تاشي حل لكم بطن حلال بو طيب همشت غيري إلا النساء. مسند أحمد وغيره حديث كيس صحيح. أدعية الحج دعاء كاني حج تمهيد. الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة. دعاء عبادة بركو أصلا مخ أصل عبادته، وهو في الحقيقة تعبير عملي عن يقظة الضمير والشعور بالحاجة إلى تأييد الله وعونه. دعاء لحقيقة تعبيرك عملية، يعني تو خريك بعمل أمشت إظهارك باتنت زندوة بدارة دلت زندو بداره، وهمچنين احساس بچي احساس بويك حاجه تثبوت تأييد ويارمتي خواهي قوله. اصلا هر كل دعاء فراكرد نشانه ايمانه. الدعاء هو العبادة، يعني شي كسي كدعاء فراكا دلي زندو تره تكي خواهي قوله فتا ارتباطي هز. اتا الدعاء وعبادتون توضيح اشمان داوه الدعاء لراء والفلامه ما مشخص كنندي معناي دعاس خدي دعا يدعو يعني بان كردن دعا يدعو يعني بان كردن إسا بان كردن بحسي كي أصلا عبادت بحسي كي بحسي عبادت معبودة. أقب بان كردن نوعي بان كردن جنسي بان كردن لهر كي بيتو لهر شي بيتو لهر شيء ايك بيت عبادت بيت لحسن زندگي إنسان امكان فزيرنية كتوه شور وجوه ليل ونهار خليك نوع بانجك إلا أم ولا أو ولا رفيقته ولا كسكات ولا أترافيته قسيتك هاك. بس بحثي أمنية أم دعاء أي بحثي كيه بابا أو ألف لامة ألف لامي كي عهد ألف لامي جنس نية ألف لامي استغراقي جنسي جنية ألف لامي جنس يعني حقيقتي بانكردن عبادته الإسلام استغراق جنيه كل بانك كردنه كل ندا زدني عبادته تيب الطريقة ضرورة وعقل وواقع بين شرعي كوانية
منظور ونیه توی سمن لتو بیجم کاک فلانه کس منو عینی داس عبادتی که من جان داری بابا بحث بحثی رابطه بنده و معبوده رابطه بنده و خالقه رابطه بنده و رب و اله که پیغمبری خواه فرمی علیه السلام هر چتی که تو به عنوان عبدیک دعوای که لربت چون او رب و چون او معبوده اما عبادت واقعیتی چی واسه ایتی او نبو که کابره هر نوع دعوای بکال هر کسی به انسانی کی ازانی یا به مخلوقی کی ازانی یا به اشتی کی غیر رب و غیر اله ازانی وطری والله و عبادتی کردو دوچاری شرک و کفر بو فرقه که ولی واقعیتی واساره والله هر چطه تو به عنوان عبد دعوای که لرب و لاله و لمعبود که الله اوت عبادت ایسا تو ساده ترین موضوع بجه خواهی گیانم رو تی که نانم نصیب که تیر بم و امرو لبرسیتی نجاتم بی ام عبادت هر لولا شابی لا تشبیب به نفر رفیقی خود بجاری برا برسیم اتی که نانم پی به امرو تیرم که نبو با عبادت چون که تو بله هر او فعلا سهر و ندا اسه بنابراین فرق که و توضیحات داگ مانا کاتی خوی الدعا و عباده معنی چیه بله لذلك ورد الأمر به في القرآن والسنة قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بفارنو لخواي قوره سبحانه وتعالى فروردقار كتان بحالتي شيش تضرعا وخفيا يعني بسورتك بتضرع بلالو تكاو خوب شو كردنو خفيا يعني مخفيش بپارينو ايا سؤال واسا ايا بسورتي على جهري جتواني بپاريتو حيش مشكله ني اصلا واسا تبيني خوت وخواي خوت دعواك وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالوردقالي شلان فرميتي بانقم ليبكن ودعوام ليبكن من جواب تانا دمو وقال واذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي خواي قولا فميكاتك بندكانم سؤال يان كرلتو فسؤال كنلتو لباري من بتأكيد نزيك جواب دمو دعاي دعا كركاتك دعاني إذا خلقانيك استنادة كان بم آياته بو نفي توسل وردي توسل لحالك أم آياته ربتي بموضوعي توسل نية خب يعني إذا أجا قرار أم آياته ردي موضوع التوسل به أبي ردي حموش تانيك بك داخل التوسل به خويمة بإجماعي علماء إسلام وبإجماعي جميع فرق إسلامي توسل بأعمال صالحي خود وبآيات القرآن وأحاديثي توسل بأعمال صالحي خود درست دي أعمال صالح معي مخلوق دي أروكو لرا أم آيات ردي أوين داوة ضرورة ناتواني أما يتبحثي ويشبك بيجي يا ربي خويا بخاطري صالحك يا بخاطري بيغمبر عليه الصلاة والسلام رحمة بيبك بحثي وناك يا بروي بولي صالحي بيجي دعائك خير مبوبك دعا بيجي خويا من توصلك بدعاك أي من سانة بحثي وناك ربتي بو موضوع ونية بلي كبحثة كان ألين لتنشويني قرآن لدوانزشويني قرآن بحثي يسألونك وإذا سألك هاتوا لغالب يانا خويا قراء فرمي قل الله ليرا نيفرموا قل إني قريب ليرا خوي فرميتي من نزيكم خب من نزيكم بل أوي هاتيا كأما أجيني خوي جورا سبحانه وتعالى دورنيا وهيشي كي جرقنيا أما أجي دقتك أما أجيني كخوي تبارك وتعالى دورنيا نزيك بجر لرقي قدم بتو وحيج واسطي كي جرقنيا درستامه وما ما كيجين واسطه يغرقني بچ معنا واسطه بمعنى كبيجي خواي غور علي عز بالله دور او نابي ستو اما نابي نتو مگر اما بو سرق واسطه كو واسطه كدنگمان پي بگيني اما باطله بلا ما كبيجي من خوب تاوان بارم گنا بارم شاید خواي غور دعاي ام صالح فر تر قبولك خدنگ كي من ابي سي خو دور ني لمن بلا خوم گناه بارم چ بسا رونا كاتو منو أم صالح لا إخوان مكانتي كيف رتيز بيجي داتو دعائك خير مبوبك أما منافاتك تكي أم موضوعانية وأواس تباطل إجنية كبحثي أكين كبمعنى أما
Rabbul Alemin nabi netu nabi ise niyazi yeziye kepey bügeyeni. Ama batıla bil icma. Öyle ama keytir müşkülü ki niye? Bez istidlal ve delili eken akan mesele mühimme. Yani hem işe dikkat ilerse istidlal ve delili eken ki harice le mevzu'i جريء موضوعك أجناء حر أوشتي كأمان استدلالي فيك أن أتواني ردي أوشتي كيتر إجباتوك اتفاق النظري لسروانيش قبول يعني فيتون بو أو كيتر إجن خير أمر ردي أو ناداتو تيبو أما كيتر إيش الواس كل موضوعك ردي بو جريانونية وشتيكي خارج للمسألة وحيج منافاتك تك أما يتانية خب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء هشتي قضاء وقدر إخوائي قول الرد ناداته إلا دعاء نبيت كخدي دعايش قضاء وقدر بحسي أمك لا يرد الدعاء قضاء إلا الدعاء خدي قضاء وقدر تقديرك إلهية هاتو تبرو تو مثلا دردك دبو بيشتي إيسا إخوائي قول هلا أزال أزاني يسي تو أم دعايشا أكي أم دعايشا أخوي قدر إلهية خوا قبول يكو أو قضاء لسرد أداته دفع يكاتو أميش القدر إلهي وقال الدعاء هو العباد جاء نكتيك فقط كوتا فهمي صحيحي قضاء وقدر بتبقي أوشتيك لتعاليم إسلاماته هيش كإنسان دوشاري كصلي ما يوزنا يأسناك برعكس إنسان دوشاري تيك الشور الشوق تلاشك يعني بحث وسإيمان دارك معناه صحيح قضاء وقدر حالي ببي أزاني إمكاني هي جيغاي هاس آيس درس درس برزوبكا خواي قولوا له فوق حفت آسمانا باستلاحي حديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلا فاصلة بيتهانا ومشكلة حالك سبب معنى يعني بيجي تهازا قضاء وقدر أتوتبرون ها دعاء بك شبسا أم دعاء شق دربو بيتك قبول بيبتو مشكلك ورف بيت الثالث ولا شك أوحد حديثك لا يرد القضاء إلا الدعاء ترمزي روايتك ذو حديثك حسنا أو حديثي الدعاء هو العبادة ترمزي روايتي كذو حسنة ولا شك أنه من أعظم دواعي إجابة الدعاء إخلاص القلب وطهارة النفس وطيب الكسب والإعراض عن الدنيا والإقبال على الله تعالى هيت شككيني لا جورترين دواعي أسباب أنجيزة هاي أسباب إجابة الدعاء إخلاص قلب طهارة نفس كسب حلالة اعراض وفشكردنا لدنيا وروكردنا بخواهي قولك كل حج جهمي أمانها والإنسان في أيام الحج وقت أداء المناسك يكون أكثر استعدادا للاتصاف بالأوصاف التي ذكرناها إنسان جل أيام حج وقت أداء مناسك حج فرتر آمادقي هسك متصف ببم أوصافاني كذكر مانكت مما يجعل الإنسان أكثر تعرضا لرحمة الله وإجابة دعائه كاري أكام نهاية أم وضعك إنسان لحجاسي بيشتل عرزي قبول بني دعاكي ورحمة إخواني نسيبت الرابع لذلك كله شرع الدعاء في أيام الحج واستحب الإكثار منه رغبة ورهبة خوفا وطمعا حرب دليل آمانة دعاء لأيام حج تشريع كرياجة واستحبابك مستحبك زور دعابك بالرغبة وبالرهبة و هم شنين خوفا وطمعا وخوف وطمعش الخامس ولا شك أن أفضل الدعاء ما كان مأثورا هي الشك يكيني باشترين دعاء أو كوا مأثور بمأثور يعني شيء بسورة أثر رواية لبيغمبر عليه الصلاة والسلام رواية كريم بوشي دليل شيء يجي أفضل دعاء شن أفضل عابدين قولترين إنسان كانك دعاء كأكا بس آقا دارترين با حاجة كانوا آقا دارترين با أصفات إخوائي قوله سبحانه وتعالى لا شك أن أفضل الدعاء ما كان مأثورا في كتاب الله مثلا أوكل أكتب إخوائي قوله دهاتبه مأثورا في كتاب الله مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو في السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كاتك سؤال يشتركي أبو بحالتي كبو سفر أشو
كبر ثلاثا ثم قال سكر التكبير أكد أي فرمو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا أو وطوي عن ناس وطوعناني وطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اتدعاك ديار معناي فقد أوشوينيك بموابي اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وعثاء يعني شدة مشقات السفر وكابة المنظر كابج يعني غمو حالي نخوش شكيان لنا راحتي وانا منظري ارزم كرد يعني حرج تيكوا بعز بتو بيويني نارحتي بشويني ابي بوتو وسوء المنقلب يعني شي يعني سوء المنقلب في المال والاهلي قال الخطابي ان ينقلب الى اهله كئيبا حزينا لعدم قضاء حاجته او اصابة افة له فويك بقريتو بلا اهل خانوادي بنارحتي وبشكياوي كحاجتك رفع نبوه يا مصيبتك بملهاتها السادس واعلم أنه قد أثرت أدعية كثيرة بزانة بطريقي أثر رواية بومان رواية كرياغ الدعاء هاي كيزور بس على كتبي دعاء ما نزيمه كتبي كمشهور وكتبي الأذكار إمام نبي براسي سلف وزشتغاني ما صالح بون كفرميانا بيع الدار واشتري الأذكار يعني أجر بولدني الأذكاري نووي بسيني مالكت بفروش أذكاري نووي بسيني يعني مثلا كتبه كتريز الدعاء إمامي تبراني مثلا يا يعني كتبه كي ابن تيمية الكلم الطيب يا يعني كتبه كي ابن القيم الوابل الصيب يا يعني كتبه كي إمامي أو عالم برزيك عالمي تجويدي شيء ناوي شيء جزري رحمة إخوالي الحسن الحسين كشوكاني الشرح كردوا عدة النازانمشي في شرح حسن الحسين كتبانك يا أوانك لما عاصريش أو كتباز حسن المسلمي أو عالمك عمري إخوائي كردوا رحمتي أنك أكشتين فالمهم أمان واقع بتعبد أو أذكاري إمامي نووي رضا ورحمتي إخوائي لبي إخوائي قولي يا ربي لقل أمثالي نووي رحمتي إخوائي قولي لبي حشر مانكا وقال أنسانك يزور صالح وك إخوائي قولي أوا بركتي خصوة وجودي علمي وكاروباري وعلم أنها قد أثرت أدعية كثيرة في مناسك الحج ولكنها ليست كلها مما يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبزانا دعاهايكي زور بسرقي أثر من رواية كرياغة لبحث مناسك حج بل هميان صحيح نيك نسبتيان بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بل أكثرها لم يصح عنه بل كزوري كان أسن لبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحيح نيك بل لصالحان ولعلماء صحيح رواية كرياغة وإنما استحبها السلف الصالح ورويت عن كثير من العلماء والصالحين سلف صالح بمستحب ينزاني ونو لفري العلماء والصالحين نقل كرياغ فيستحب للإنسان أن يدعو بها على أنها دعاء فاز مستحب إنسان أم دعاء نبكى وكو بيجي دعائك نك بيجي سنة لأن دعائك خير كذا اشتغان وتيانا بيما يميجان جامعين أو أن يدعو بغيرها مما ينشرح له صدره وتطيب له نفسه غير ملتزم بدعاء معين يا دعاء هايكي تركا هر دعائك وا دلي بوانا أرام قريتو نفسي فيان راحة ملتزم بدعائك تايبتني وقد مر بك بعض الأدعية أثناء دراستك لفقرات أبحاث الحج مخرجة بعض دعاء هايك لأثناء دراسيتو بفقرات بحث حج تكبتك بحث ما انكر مخرجة يعني شي نسبة دراو بسند مدركي خويان كتيبك اللي كتيبك كاتب ووانا بحث ما نكر أما ما سنذكره الآن فسنذكره من غير نسبة لأحد أما أوي كيس ذكري أكين ذكري أكين ببيع ونسبتي بين بحيش كسيكو بس يجين دعائك الأدعية في الحج عند الإحرام قال الإمام الرازي إمام فخر الدين الرازي رحمة إخوائي اللي بأفرمي لو قال الحاج بعد التلبية اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا إمام فخر الرازي فرمي أجل كسك و إحرامك أم دعابك كارك باشي كذبا متى متوزحاتك زوري هزليرا
فقط امانه بو دركوي كتما شابكن گوزشتگانيمه ائميمه عزا ورحمتي خوين لبي لسر موضوعي بدعتي حسن وسيئه المول حلوي هر امتانه بو دركوي كفايتك كوها نبوه او علماء يقوله او بياو صالحانه فقط او ابنك مثلا ام لفظ اللي راه وارد نبو فزي ما شيج نيجي نا قياس كان كدوا استحسانيا بكار بردوا تماشان كل موضوع كان من يان دعائك خير وحل الصحابه شو ما هاتوا حل الصحابه كرواياتي كثيره لسره حكي لسنا بها او روايتك نجم روايتي كثيره لسره كخوين ما لبحثي بدعه سنته هل روايتك للنسائي وغيرها وارده رسول اكرم هذا عليه الصلاه والسلام بيني صحابة دانشتون وحلقين بس أبو خوان ذكري خواكن فرمي شيئا كان فرمي ذكر كينو شكري خواكن كتوي ناردو بنا وهم فرمي الله ما أجلسكم إلا هذا فرمي الله ما أجلسنا إلا هذا فرمي ديوه إن الله يباهي بكم الملائكة خواي قرر مباهات تان فيها خو رسول أكرم إيش بينا فرمو بنا وكارب كان يعني من هاي كثير دي أم دعا دعايك باش أصح حتى من شاريك فن بأو موضوع سؤال أما لبعض الكتب مناطق خمانة أبينين أدعيها يقدان رياقة بوكاتي دزنوش مثلا دسو أشوري أم دعاك كإمام غزالي رحمة إخوائي لبي لكتبي أدب المسلمة بحثيك أو دعانة تيريتو كاتي دسو أشوري أم دعاك أو ديت دمو أم دعاك نازانم أو ديت لوتو أم دعاك أو ديت الرو أم دعاك وقشتي أزاني أما خد إمام غزالي وغيري جزان ما نسنة نية بحثي چية بحثي نسأم كابرا خليك عملك صالح أنجام دا ار ام دعای کرد کاری که خرابی نکرد. قایا پیغمبر علیه السلام فرمودی ظاهر امر نیفرمود. آیا بدعتی حسن است یا سیم بدعتی حسن است؟ کاری که خرابی دعایی که خیره. لکاتی که دزنیش تو حسی که هر چی دزنیش جگری، هر چی دزنیش جگری تو وقت دسی راس و آشوری ام دعاب کی خوایا نامه اعمالم بیت دسی راس کن. حسی که هر چی دزنیش آشوری هن دعا که واسه. خواهی نامه عمل بیت دسی راست. هرچی صورتو ای آوا دیت دم. خواهی نازن با آوی کوسر تیراوم که مثلاً تمام مبارک کاری که خلاو نکرده دعای خیره ای که ایسای میشه واسه عینش تامیچه دخی خرا واسه. پس بزنم گذشتگانی ما چون بون برخلافی او دیدگا وش کی که امره خلقانه به عنوان اتباعی سنتی نبوی ترحیه کن و بنوعک سبب اجبوه. شاد واقعتي وشوابي سبب يجبوه نوع اتصال وإيمان أو حالة الروحانية كما بيلا بيني مسلمان أنا سبب بوه تو حسيك دازنو يجي كأي قريتو بارامشو بتمأنينو وأو ذكرانيتك أخويني لقل دازنو يجي كحر وكو إينيك أي قريتو والسلام شاني فرقية شاني لسن نفس التأثير خا حتى لكاتي دازنو يجي دعاك لباسا كيتبر أو فرما يشي بيغنبر عليه الصلاة والسلام مثلا خب الثاني إذا رأى شيئا أعجبه كاتشتيكي بينيك بي خوشو وإذا رأى شيئا أعجبه بعد إحرامي قال لبيك إن العيش عيش الآخرة دقت كتن جوا نقصك كاتكوا دواي إحرام دواي إحرام شتي أبينيك للا يخوشو حبي أو شتا الدنيا يأكوية تدلي قرجي بيجي لبيك إن العيش عيش الآخرة خوايا زندقي زندقي قيامته فريبي أم دنيا نخو شون إحرام مكدوه للذات دنيا يخم دوره خصوه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى حرم مكة وإذا وصل إلى حرم مكة إذا وصل الحاج إلى مكة استحب له أن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك كاتك جيت مكة مستحب أم دعابك جو خوايا أم حرمي توس مكاني أمني توس خوايا لسرع قري جهنم حرامك وأمانة أمانا بيبي لعذابي خد أو رجيك بند كانت مبعوثة كيتو منج لأولياء وأهل طاعتي خد قرار بي الرابع إذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة كانت داخل مكة أبيتو تشاوي أكيب الكعبي مشرف خواهي قوري إميج تشاو منرون كاتبو ديداره وإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة أستحب أن يقول اللهم زد البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة خواهي أما لا تشريف وتعظيم وتكريم ومهابة وهيبتي فرتركي
وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا أو كسيش كحجي أكا أمالا بخاطري تكريمي أمالا وانا وعمري بجيتيري خويا أويش أم شتاني في زيادكي اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام خويا تخد سلامي سلامي للاي تواتي دي تحيت ما أمك بسر يا ربي بالسلام أم جملة لبيغمبر عليه الصلاة والسلام واردة مكحول كتابعية لسنن الصغرى بيهقية نقلك عجيب بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم دعاية كردو كان وقت كعبي بيني واللهم أنت السلام ولا حزرة عمر بس ندي صحيح واردة ما يعني حزرة عمر وقت كعبي بيني وأم دعاية كردو اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام سعيد بن مسيب نقلك لعمر بن خطاب كي حين رأى البيت وتي اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام إمام بيهقي لسنن الكبرى وابن أبي شيبة وشافعي لمسندكي أزرقي لأخبار مكة وصححه الألباني وصححه الطبري وابن حجر فحينا ربنا ربناس مناداس ربنا مثلا أنتو بيني وتعنا دواي صلاوين وجاكان ما مساكان لا يمنع تقييم يجن اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام هيج مشكلة كينية هيج مسألة كينية يعني إيش دعائك زيادة زي يختيوتي مسألة كينية جا نفرق لدعاتي أما انتقى كاتي خوي لسر أقصى الشبيبة أقصى توام تلكيوها وردو آخر نازم شي قرمو قال كبدن السلام موضوعاتها قريكيني الخامس عند التوافي يقول عند البدء بالتوافي بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأحدك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام هم يعني مفعول لأجله نمانا هم إخوايا لبر أمام كاراك اتوازح معناك في موانا بيشتك تيابي ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة يعني لو رمليك أي كان للسيدوري أولي توافك كدواي أو سعي حسب شوينيا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأشواط الأربعة الباقية اللهم اغفر وارحم واعفو عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار معنى واضحة لا حسيوك أو كتبي مثلا أدب المسلم إمامي غزالي رحمة إخواني به سبحان الله وحر شي مورد ذكري كيداني أجي حر شي مورد كتوه إني أجي إجي أشي مسلمان بردوام زواني بذكرابي السادس عند السعي يستحب على الصفا أن يستقبل القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده أنجز وعده يعني وعد كيب جهاورت على ما أولانا أولانا يعني أنعم علينا نعمتي بيدين ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده خواهي قوري نيارمتي عبدك دا وخوبة خوبة تنيا همو أحزاب كفرش كزدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنك قلت تدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم خويا من دواء كم لتهروك هداية داوم بإسلام لمني نسيني تا زمانك من أمريني لحالك مسلمان ويقول ذلك على المروة أيضا ومن الأدعية المستحبة في السعي أيضا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك موجبات رحمتك خويا لتوشتاني دواء كم كالرحمتي توب من واجبك قطعي بكاتو اختيار عملي صالح وانس وعزائم مغفرتك عزائم يعني شي يعني جمع عزيمة وهي ما يعزم بها تعالى على غفران الذنوب من رحمته يعني اشتيك بعزبه خواهي قراءة عزم كالا سنة وكمن ببخشه لعملي صالح وكاراني خير وأمانا والفوز بالجنة والسلامة من كل اسم والنجاة من النار اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى تمعنى واضح عفاف ديار الله عرض وعبرو يعز غنى يعني بنيازي ومقابل فقره في عرفات
يستحب الإكثار من الدعاء يوم عرفة لحديثه مستحب زور دعاء كي لرجع عرفة بخاطرهم حديثه خير الدعاء يوم عرفة باشتريني دعاء لرجع عرفة آية وخير ما قلت أن أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حديثك حسن رواه الترمذي وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف بيشترين دعاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام لرجع عرفة لموقفة اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول خويا حمد هربوتويا قشتي حمد أو كالذي تقولوه كالذي نقول وخيرا مما نقول وكو أويك وائما إيجينو باشتلوي تكوا يا كالذي إمكانيز أولي كالذي تقولو بيت وخيرا مما نقولو بيت شاهد أول بوليخو متنا كيبا من بيابكم كالذي نقول خيرا مما نقول بلي ولك ربي تي اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي خويا نيجو عبادات مردن وزندن بوتوا وزندن بوتوا زندقين وإليك ما أبي ما أبي جاني محلي رجوع مرجع منقلب ولك ربي تراسي تراسي يعني مالي باقي من دايمن برورد كارابوتوس يعني شي يعني خويا تويتك بميلي خوت حكم داقة أمي بو أو أفروار سأبي وأمي بو أو بيتو إتيني توس اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح فنا أقرم بتولويك أم باعي تيري وإلى آخر دعاك تولاني كم سند كي ضعيف أم روايته الثامن في المزدلفة والمشعر الحرام قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ويستحب أن يقول اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله دواكم لتخوايا لم مكان دوات ديكم هموي خيرات نسيبك وأن تصلح شأني كله شأن وزعيتم هموي إصلاحك وأن تصرف عني الشر كله حتى شر ليم دور بخيتو فإنه لا يفعل ذلك غيرك شنك كسي غيرتو مكارنات وانبكا ولا يجود به إلا أنت كسيكيش غيرتو أن بخشش عطاءناكات التاسع بمنا يا بمنا يوم النحر لرجي قربانا لمنادا يستحب أن يقول إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منا الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافا واقعنا بشكره قدك مستحب كاتك ولمشعر الحرام منصرف هاتب منا بجي حمد بو خوايك مني جيان دام شنو بسالمي وبعافية داربو يعني بعافيته اللهم هذه منن قد أتيتها خوايا أمامي ناس منها تنبو بؤوي وأنا عبدك من بنديتهم وفي قبضتك خوايا وما تحتي حكمتها خوايا أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك خوايا داواد لأكم كم من أتبقيت سرم بويك من أتتخذ السريع لها كانت اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين خوايا إميش لم جلسيك دانيشتين أم شريعتي تؤخبين دواءكين بمدعا مباركاني يا ربي محروم أنك وخوايا بديني خد حياتمان في بيتو بخزمتي ديني خدو لسروي شبمان بريني يا الله أمين ملحق من كيف الصالحين ومصلحين وصديقين وشهداء وصالحين وأنبياء أمين العاشر بمنا أيام التشريق لأيام تشريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام كلها أكل وشرب وذكر لله تعالى أيامك ذكر شكر خواردن ونوشين نعمتان خواهي قرس فيستحب الإكثار من الأذكار وأفضلها قراءة القرآن ويستحب أن يقف عند الجمرة الأولى مستقبلا الكعبة يحمد الله تعالى ويكبره ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح أفرمي
مستحبة زور ذكر كاتو باشترين يعني قراءة القرآن ومستحبة للاي جمري أولى رب كعبة بيسيتو يحمد الله تعالى ذكري حمد خواب كاتو تكبير كاتو تهليل كاتو تسبيح كاتو لقل حضوري قلب وخشوعي جوارح شابي عمال الحادي عشر عند الشرب ماء زمزمة إجات ما شاء أن دعاة مهمة لرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أوي زمزم بو أوسكوا يعني بو تنية بينوشيت هر بو أوس ويستحب تنية كي بيبكين يتكي سالم بين يتكي بتعالم يتكي حتي بي ويستحب أن يقول اللهم إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له خوايا جيشتوا بيم كبيغمبركة فرميتي أوي زمزم بو أو نيتسوا أي خوشو دي خوايا اللهم إني أشربه لتغفر لي ولتفعل كذا وكذا بما يحب أن يدعو به خوايا من بو أو أينوش موكي من بوخشيتو أو من نسيبكيتو أو من نسيبكيتو أو من نسيبكي حردو عيكي حزكا خوايا قربي كاتا قسمت مان الخلاصة هذه بعض أدعية اخترناها في من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى ما بعض إلا دعاها يمكن انتخاب ما انكدون لكتب أذكار الإمام النووي رحمة إخوائي لبي وأكثرها كما يظهر لك من أقوال السلف الصالح أكثر ينكهروا بالدركة لأقوال السلف صالحا وأدعية العلماء المؤمنين دعوا بها وأرادوا أن يعلموها الناس وعلى الأخص العوام منهم دعاء هاي كن كعلماء مؤمن كردويانا علماء مسلمانان اتي علماء مؤمن كردويانا دعوت يعني دعاء يعني كذا بمعنى وحز يعني كذا فيري مردم يعني كان بتايبت على مكان يعني مردم ليدعو بها في تلك الأماكن الطاهرة تابم دعانا لو أماكن طاهرانا دعاء بكن وفي تلك الحالات الخاشعة ولو حالاتانيك حالاتك إنسان خشوعي هس علما بأن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقليل الوتا ما باب زان كي أوي كوا بسورة رواية لبيغمبر عليه الصلاة والسلام السابت وكما لمانا ولا يصح أن يعتقد الإنسان أن هذه الأدعية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله دروس يجني إنسان اعتقاد يوابه أم دعانا سنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام ولي بحث كاما سعيا بيانكا مشكلية خير هل وكوئك كابراجي دعين وجهك اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام والسلام كابراجي أو تيكي يقول قيشي غا دعائك أي كم لم كاتب بل هي أدعية مرسلة يصح أن يدعو بها الإنسان ويدعو بغيرها مما يشاء دعاء هايكي مرسلا مرسلا يعني نقل كراو انتم شخصني على صحابة تابعين درست إنسان دعاء عن بيبكاتو بهر تشتيكي ترغيري أمانة والله نسأل أن يلهمنا الدعاء الذي يرضاه وأن يرزقنا الإجابة كما يحب ويرضى آمين يا ربي أخوائي قول دعوة كارين إلهام من بيبكا أو دعائيك خوي بيخوشو رزقو نصيبي إجابتي شمان بيبا هروهاك خوي بي خوشو خوي بي رازية يا ربي آمين خواي قولي توفيقي إميج با إميج لسر ربازي صالحان وعلماء انبياء وصديقين وشهداء حركت كين إميج جزئي أو كساني بين كي إن شاء الله داخلي سلكي أنبياء وصالحان وأم علماء ربانيانا بين وبتوين خزمتي دين كمان كين وخزمتي خلق كمان إن شاء الله مقاماتي رفيع دنيا وقيامة ما نسيبي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك